دخلت بقى في مرحله ان خلاص بقيت نجم من نجوم الفرقه يعني يعني ابتدت الناس تبقى بتطمن ووليد موجود في ملعب ماتش زمالك في ماتش هنا في ماتش هنا وليد موجود في الملعب. انما على واحنا بنتكلم على دوري ولسه عندنا حاجات تانية كتير لكن على المستوى الدولي انا كنت بحس انك نوعا ما مظلوم. لا وحتى على مستوى الـ الـ الاهلي الفريق انا كان عندي مشكله يعني ممكن يبقى كذا مشكله فيهم مشكله ان احنا على طول في النادي الاهلي رايحين للاجانب فانا المدربين الاجانب يعني انا 93 ده لما خدنا الدوري كان مين كان ألان هاريس انجليزي وبعد كده خدنا بقى المان سوبل كله بقى هولمان على مش ف معرفش دايما المدربين الاجانب يعني انا مستر تشوبل كان عندي مشكله معاه كان الالمان بيقولوا دايما ان هما ما بيحبوش الحريف او ما لا وعندهم يعني مستر تشوبل قال لي انت لو ما جريتش زي هشام حنفي مش هتلعب معايا مستحيل انا مش هلعب معاك مستحيل اجري ولا انا مستحيل اجري زي هشام حنفي ولا هادي خشب اوكي انا يعني الناس كان عندها قناعه ان لازم اللعيبه كلها تجري نفس الجري بص دلوقتي ما مش كله بيجري نفس الجري لا مفيش عاد ميسي بيجري خالص ولا نيمار ولا مفيش حد بيرجع من هي الفكره كلها ان انت بتركب فرقه على بعض ان مين يدافع صح. ولما هي حاجه اسمها تقفل زوايا التمرير انت ممكن دلوقتي ما تبقاش بتعرف تدافع بس تقف صح انا عايزك تمسك رقم 6 الديفندر خلاص انا واقف جنب لكن انت مش لازم ترجع وتاكلينج وانزل واطلع واجري وتقاتل لانه هو مش هيعرف يعمل المهمه بتاعتي برضه مستحيل يعني لعيب نص الملعب مستحيل كان في موقف ماتش 93 ده اللي خدنا فيه الدوري كان بيلعب هادي خشبه رقم 6 ومين بقى اللي قدامه انا والكابتن رضا عبد العال اصلا فيعني فهادي لوحده طبعا طق جبنا الجون الاول طق جبنا الجون الثاني الجون الثاني كان بدري في دقيقه 20 ولا حاجه ولا انا ولا رضا بندافع طبعا ماسكين هادي في نص الملعب بقى طق احمد العجوز طق لبشير طق مش عارف يرجع لحمزه الجمل طق يرجع للقناوي مش عارف وهادي دب 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 اسبرنتات عمال ايه يجري فالكره طلعت اوت فقلت له رحت له قلت له بقول لك يا هادي يا ابني انت كده هتموت هدي نفسك وريح نفسك شويه عشان قال يا عم انت بتهمدني يا عم انت بتشوفه انت ورضا ما بتدافعوش ما تسيبني انا ده قلت له لا والله ده لسه بدري قوي والجو حر ايه اهدى شويه عشان تجي قال يا عم طبعا هو كان متمرمط في نص الملعب واحنا بناخد على الجهاز عملت الجون الاول والثاني وكابتن رضا عمل الثالث وفي اليمين مع النادي الاهلي ورمضان وجول 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 رمضان فيليبس وليد مره ثانيه رمضان 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 وجول 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 الجول الثاني واوفر وجول 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 رمضان وعد ايمن شوقي وحطها في سعفان الصغير الجول الرابع كل واحد ألان هاريس هو ملاعبني غصب خد بالك هلعب بالعافيه ما يقدرش ما يلعبكش لا انا العب بالعافيه انا كنت راجع من المانيا وكان في اصابه بس هو ما عندوش قناعه انا اللي ملعبني كابتن طارق سليم الله يرحمه كابتن شوبير كابتن شوبير هو اللي عارف الموضوع ده كابتن شوبير زنقوه في الاوضه وكابتن شوبير جالي قال لي يا ابني لو لعبت من الاول هتكسب قلت له ربنا هكسبك ده متواصل جدا لا مليون في المية اصل الاسماعيلي وبيلعب كرة حلوه والملعب مفتوح وانا يعني واثق في امكانيات كويس جدا بس هم عندهم قناعه ان لا ده مثلا ايه يلعب الشوط الثاني احسن او يلعب اخر نص ساعه احسن عشان اللياقه البدنيه اصله مش هيرجع ف يعني انت الموضوع ده من بدري هو بدري من بدري ما بيتقال اصل وليد ما يلعبش غير مش عارف نص ساعه وليد ما يستحملش 90 دقيقه ده فرق معايا طبعا والله كنت اقدر والعب وعادي جدا انت عملت كده اروح لها محطه الاتحاد الاسكندريه بالظبط بالظبط 100 كمان بالظبط فالفكره فالمباراه دي يعني اثبتت هو لما جولو قالوا له بص وليد هيلعب ورضا هيلعب وفيليكس ورمضان وهنهاجم ده بقى عملنا مباراه مختلفه خالص 4-0 يعني وبعدين الاسماعيلي رجع في الاخر بعد بقى مجموعه من التبديلات وكده والناس رجع ريحت 3 اجوان الاسماعيلي فالماتش خلص 4-3 يعني انا كنت اشوف ان اتظلمت شويه في اللعب ممكن في النادي ممكن جدا 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 ودي نصيحه لكل المدربين فكره ان لما يكون عندك لعيب موهوب ناشئ ما تطلبش منه ما تلعبوش كل الاعمار السنيه طب مهم جدا التدريب طبعًا. انا ما كنتش بتمرن خالص انا لعبت والله انا كل ماتشاتك هي التدريبات انا لعبت الزمالك في 3 ايام لعبت الزمالك 3 ايام ورا بعض لعبت الزمالك والله العظيم 14 و16 و18 ورا بعض
ما بتمرنش بينهم طبعا. ما بتمرنش. لا ما بتمرنش انت على طول. ايه زي بالظبط متهيألي دي مشكله رمضان صبحي. اه يعني رمضان استهلك. لان انا مرنته. لا رمضان كان بيخلص الساعة واحدة ويروح على فرقة تانية الساعة 3 ويطلع تاني يوم. واغلب اللعيبة الموهوبة في كده. ما هو ده ما ده غلط. هو ده والله غلط. يعني انا في عناصر في التدريب الواحد لما كبر بقى فهم في عناصر في التدريب مهمة. يعني مهم جدا ان انا اديك رشاقة ومرونة. مهم جدا ان انا اديك قوة. مهم تاخد قوة ازاي. تاخد الكوفري اصلا ترتاح وعضلاتك تهدى. يعني في حاجة كتير. يعني انا لو بلعب يوم الاربع مع ال 14 سنة اهلي وزمالك وعندي الجمعة اهلي وزمالك 16 سنة وعندي الاثنين اهلي وزمالك 18 سنة هتمرن امتى؟ مستحيل. انت بتتمرنش. انا الكابتن مصطفى يونس. الكابتن مصطفى يونس واخدني بعربيته المرسيدس. وانا عمال اعيط عشان اتغلبنا من الزمالك في ال 16 سنة. ورايح تلعب لسه 18. لا رايح العب ال 14 بتاعتي. ماشي. يعني انا الاول ال 16 اللي هم الكبار. ماشي. كابتن فاروق جعفر كان ماسك الزمالك. واتغلبنا في المباراة دي. ماشي. وانا عمال اعيط وهو عمال يهديني عشان الماتش. الماتش بتاع اللي هو تاني يوم. ماشي. تاني يوم على طول. ولعبت وجبت الجون وخدنا الدوري في ال 14 بس خسرناه. فهي الفكرة ان بهدلة. لا ده غلط. بهدلة طبعا مش عايزة كلام. طب